ما بجانب معناها صف، هذا الصف قريب لمشاعرك وقريب لتجربتك المسرحية من حيث لا تدري. هو مجموعة من الشيوعيين السابقين، دكتور سابقين ما بطلنيش. الدكتور نوف الزيادي كان رمز من رموز الماركسيين نعم. في الجامعة في نشاطه السياسي. نعم. سيد نجيب الدزيري، وأنا أعرف عنك أنك خريج المدرسة الروسية في المسرح. أنا خريج المدرسة السوفيتية. السوفيتية الرفيق. ما تقوليش ولد الحزب الشيوعي اللبناني. ما لا وتجربة مش وتجربة حسين مروة وتجربة مهدي عامل. لا صديقي مهدي عامل صديقي جدا كان مهدي عامل. صديقك الشهيد مهدي عامل. بعرفه لمهدي عامل إيه صديق. أنا خريج الاتحاد السوفيتي. هل تفتخر بالتجربة؟ بكل فخر. بكل يعني فخر. أنت يقول لي مثلا لديك مشكلة مع شكسبير ولا تريد ولا تريد وترفض أي عمل لشكسبير؟ مش صحيح. أنك تخرج عمل لشكسبير؟ لا معلوماتي غلط. لا بعتوا لك المعلومة خطأ أستاذي. بعتوا لك المعلومة كتير خطأ. هيدا اليوم حكيت عنه أنا بندوة اليوم. لا أنا ما قلت هيك. شكسبير عظيم، قلت عنه عبقري. نعم لكن لا ولكن أنا ما بيوجعني أدب شكسبير لأقوم فيه بإخراجه. بالضبط هذا هو. لا بس أنا مش عم تقول إنه عندي موقف من شكسبير. لا طبعا ليس موقف. يعني هذا ميولاتك المدرسة السوفيتية كيف تفسر يعني؟ ما في ميولات يعني المدرسة السوفيتية. في منهج حطه ستانيسلافسكي ميرخولد، منهج عالمي. يعني بأمريكا بيعتمدوه، بفرنسا بيعتمدوه، بأوروبا. في منهج، في منهجين بالمسرح بالعالم. وإذا بدك يعني اثنين، ألمانيا الشرقية بفرتولد بريخت وستانيسلافسكي بموسكو. اوكي كيف هذه التجربه خلقت مسرحا؟ تجربه شو؟ السوفيتية والمانيا الشرقيه. اللي حقول لك كيف خلقت يعني مسرح. تجارب انظمه سلطويه تسيطر عليها المخابرات وتغيب عنه حريه الكلمه، هل يتناقض ذلك مع ما درسناه ان الابداع مشروط بالحريه؟ اهم كتاب كلاسيكيين عالميين هن الروس. الروس السوفيت. الروس قبل الروس. يعني عم بحكي أنا قبل 1917. أكيد عم بحكي دوستويفسكي، عم بحكي ليرمانتوف، عم بحكي أسماء كبيرة يعني. هلأ الأبحاث اللي تمت بروسيا ككتاب، إجا الاتحاد السوفيتي عطى فسحة كتير كبيرة للأدب وللسينما وللفنون بشكل عام. يعني أعطاها اهتمام. واصل دكتور. عطى اهتمام كتير كبير. نعم. هيدا الشيء يعني أوجد عند ستانيسلافسكي وميرخولد ودانشينكا وماكسيم غوركي العظيم. غوركي الأم. ما هي نوفل أول يعني في أسماء. نحن أول